نظمت شركة نسل الشرق الأوسط لقاء علمي حضروا إخصائيو تغذية من مختلف أنحاء لبنان وناقشوا خلاله أحدث التوصيات حول مكونات وجبة الفطور الصحية، حيث تم تسليط الضوء على الحبوب الكاملة كعنصر رئيسي بيساهم بالحفاظ على الوزن والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكري من النوع الثاني. أكيد الفطور هذا مع رقائق نسل للفطور، والهدف نحن هالسنة عم نحتفل ب 150 سنة من نسلة، و 150 سنة هو التزامنا أكيد للتغذية والصحة والعافية، وبكل شيء بنعمله يعني حتى من خلال منتجاتنا، من خلال التوعية اللي بنعملها، من خلال عدد أخصائيات التغذية وأخصائيو التغذية اللي موجودين بالشركة، هيدا هو التزامنا لنكس 150 سنة كمان. الهول جرين انه يكون اول انجريدينت بالسيريال، هيدا الشيء الالتزام حققوه رقائق الفطور ب 2013 لما نغيروا كل الريسيبيز عالميا واطلقوا الريسيبيز الجديد، لانه التكنولوجي كتير صعبة انه يغيروا طريقة تحضير رقائق الفطور بالفاكتوريز، يعني أخذت كتير طاقة من الأبحاث والباحثين بنسلة، لأنه كان الهدف أنه الحبوب الكاملة تكون أول انجريدينت، فتكون أكتر شيء موجودة بالهيدا والكون السكر أقل. فهيدا مش بس أنه التزام، هو كمان بياخد سنين من التطور والأبحاث والتطوير والأبحاث لحتى نحقق هيك اشياء، بس نحن ملتزمين. وبهذا الشأن قالت إيتشي دوركاون مدير الشؤون الخارجية والتغذية الإقليمية لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بنسلة، أظهرت الدراسات مرارا بأن الفطور هو بالفعل أهم وجبة باليوم، إذ يعمل على تحفيز عملية الأيض بالجسم وبيمنح الطاقة اللي بنحتاجها لبقية اليوم. كما بينت الأبحاث بأن تناول الفطور بيرتبط بعدد من الفوائد الصحية تشمل المحافظة على وزن صحي وتحسين أداء الأطفال بالمدرسة والمساعدة بالحصول على المغذيات الضرورية للجسم. Nestle, we believe that breakfast is the most important meal of the day. So today our purpose is to share some interesting facts with you that you might be interested because we are working very hard to make breakfast better as Nestle breakfast cereals. And we are doing making breakfast better through providing better food, better lives, and better business. And today our focus will be more on the better food and better lives, how we provide them to our consumers. وسطيا يساهم الفطور بما يقل عن 20% من السعرات الحرارية التي نستهلكها يوميا، ولكنه يؤمن أكثر من 30% من حاجتنا من الكالسيوم والحديد والفيتامين بي6. وبيميل الأشخاص اللي بتناولوا الفطور إلى استهلاك دهون وكوليسترول أقل وكمية أكبر من الألياف خلال اليوم، كما أنه نادرا ما يتم استهلاك المغذيات مثل الكالسيوم والألياف وبعض الفيتامينات والمعادن خلال اليوم إذ لم نستهلكها عند الفطور. ووفقا للتوصيات بخصوص الاستهلاك اليومي من الطاقة ومجموعات الطعام، لابد أنه يحتوي الفطور السريع والمتكامل على حصة من الحبوب الكاملة مثل رقائق الفطور مع الحبوب الكاملة، أو قطعة من خبز القمح الكامل مع حليب قليل الدسم وقطعة فواكه ومصدر اختياري من البروتين مثل البيض أو المكسرات. تتشكل الحبوب المكررة عندما يتم إزالة أجزاء من الحبوب الكاملة هي البذرة والسويداء، وتسبب إزالة بعض أجزاء الحبوب بفقدانها لخصائصها الغذائية. يمكن الحصول على الحبوب الكاملة من مجموعة حبوب بما في ذلك القمح والشوفان والشعير والأرز والذرة.